أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الحادي عشر لمادة اللغة العربية. ها نحن طلابي نلتقي معكم من جديد في مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني، حيث سيكون لنا لقاء في هذه الوحدة للحديث عن عدة موضوعات متمثلة أولا بفيلم أريد حلا وفيلم الكابتن أبو الرائد. طلابي، إذا ما تحدثنا بداية عن فيلم أريد حلا، نقول طلابي بأنه فيلم مصري، وأن هذا الفيلم يعالج عدة قضايا مهمة في المجتمع المصري تحديدا والمجتمع العربي بشكل عام. فهو يعالج مشكلة البطالة، وبعد ذلك ينتقل بنا الفيلم ليعالج مشكلة العلاقة ما بين الزوجين وكيف تنشأ هذه العلاقة. بعد ذلك ينتقل الفيلم للحديث عن تربية الأبناء وأهمية تربية الأبناء، وكيف على الأم والأب أن يتحملا ظروف الحياة في تربية أبنائهم. فنحن نلاحظ في فيلم أريد حلا أن الشخصية المهمة والرئيسية في الفيلم درية لم تذهب لتطلب الطلاق إلا بعدما اطمأنت على ابنها، وكذلك شخصية مدحت الدبلوماسي، وهو دبلوماسي كان لها دور كبير في زعزعة العلاقة ما بين درية ومدحت. فهو ابن مصر ولكنه يعيش في دولة أوروبية، وهناك عادات وتقاليد اكتسبها من هذه الدولة مما أثر وانعكس على علاقته في الأسرة التي يعيش فيها. فكرة الفيلم حيث أنها جميعها تدور حول فكرة قانون الأحوال الشخصية في المجتمع المصري آنذاك، وكيف كان القانون لا يسمح للمرأة بأن تطلب الخلع من زوجها، ومما جعل أحداث الفيلم التي تدور حول حلقة مفرغة لأن القانون لا يسمح بالتطليق أو الخلع. وأيضا وجدنا في الفيلم ومن الأحداث المهمة هي علاقة الزوجين كما قلنا في بداية حديثنا، وسنشاهد كيف مدحت أساء التعامل مع زوجته ولم يرضى أن يطلقها، وإنما أصر عليها أن تبقى على عصمته، فتحول الموضوع مع إصرارها للحديث عن الخلع في المحاكم وما يدور في المحاكم، كما أنه يعرض لنا صورا عن الرشوة وما يدور فيها، رشوة وشهادة الزور وحلف اليمين، حيث أن درية رفضت أن تقدم أي إثبات تضر في مصلحة زوجها، وهذا ينطلق وينبثق من خوفها على ابنها، حيث أنها لا تريد من هذه المشكلة أن تؤثر على العلاقة بينها وبين ولدها أو على العلاقة بين ابنها وأبيها. لذلك حاولت أن تقدم تبريرا أنها لا تريد أن تستمر معه، ولكنه رفض. في نهاية الفيلم طلابي سنشاهد كيف حكم القاضي بعودة درية إلى بيت زوجها، وهو ما يسمى ببيت الطاعة، وقد رفض تطليقها، وهذا الرفض كان بسبب عدم وجود الأدلة من قبل درية، فكانت صدمة للمجتمع المصري آنذاك وتحديدا للمجتمع المصري النسوي، وبذلك تكون أحداث الفيلم وأفكاره قد انتهت والموضوعات المهمة. أما عن الموضوع الآخر
فسيكون لنا لقاء مع الورقة الأولى وكيفية حلها، وهذا هنا استمرار لحل النماذج من الباس بيبر الرقم الأول خلال الفصل الثاني كامل، وسنتدرب عليه بشكل أكثر خلال الحصص، كما سيكون لنا لقاء مع السؤال الثاني والسؤال الثالث وسؤال إملاء الفراغ وسؤال القواعد. أيضا سنتحدث عن فكرة فيلم الكابتن أبو الرائد، وهو فيلم أردني يتحدث عن البطالة، يتحدث عن الفقر، يتحدث عن الجوع، يتحدث عن السرقة، يتحدث عن تربية الأبناء، يتحدث عن كثير من الموضوعات العامة والشاملة في هذا الفيلم. سنلاحظ كيف أبو الرائد حاول أن يسري ويتماشى ليحقق حلمه، ولكنه لم يحدث ذلك بسبب الفقر الموجود آنذاك، وكان حلمه طياراً فتحقق حلمه، وإن كان بعيداً أن أصبح عامل نظافة في المطار ووجد قبعة طيار لكابتن طائرة، وبدأ يحلم ويتحدث مع أطفال الحي، مما أدى إلى أنه يريد أن يبني بهم ويبني بهم فكرة الطموح لبناء مجتمعهم ومستقبلهم. هذا طلابي، مجمل حديثنا سيكون للوحدة الثالثة لتراجيديا في الأدب العربي، راجيا منكم أن تركزوا على موضوع الكتابة بقدر استطاعتكم لأنه موضوع مهم، وبعد ذلك سيكون لنا حديث كما قلت وأسلفت سابقا عن موضوع الورقة الأولى وتحليلها وتدقيقها مرة أخرى والقيام بحلها مرة أخرى. هذا طلابي، شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بوحدة جديدة من وحدات اللغة العربية والمعنونة بفيلم أريد حلا. دمتم برعاية الله.